اسعد الله ايامكم بكل خير. حاليا احنا متواجدين في مجمع سفير. طبعا المجمع تقع في منطقه يمره قريبه من جواهر مول وقريبه من الشارع الرئيسي. طبعا ميزه المجمع عباره عن المجمع مكون عباره عن 10 ابراج. عندنا مثل ما انتم شايفين مواقف سيارات داخل المجمع، بالاضافه الى مسبح، بالاضافه الى العاب اطفال اللي هو ملعب كره قدم، وعندنا العاب اطفال. طبعا عندنا حراسه امنيه مشدده جدا، حراسه امنيه 24 ساعه عند دخول المجمع، في بوابات إلكترونية وفي غرف للحراس، الحراس دائما يكونوا موجودين فيها، وكل شقة يكون لها ريموت، أول ما يوصل عند الباب يفتح الريموت ويدخلها. أيضا اللي يميز المجمع أنه قريب جدا من الشارع الرئيسي، وفي سوبر ماركت داخل المجمع يخدم المجمع بشكل كامل. أيضا الآن قاموا ببناء تقريبا مسجد جديد خلف العمارة هذه، وأيضا عندنا مدرسة قريبة وتخدم المجمع. إن شاء الله راح نصور لكم شقة في الدور الثامن، عبارة عن 3 غرف صالة مؤسسة بالكامل، أثاث نظيف وفخم جدا، راح نصورها لكم بالتفصيل، خليكم معنا. مثل ما انتم شايفين وصلنا الآن للطابق الثامن. العمارة فيها مصعدين. راح نعرض لكم الشقة رقم 26. مثل ما انتم شايفين الشقة مركمة 26. أول ما ندخل طبعا شقة مؤسسة بالكامل، عبارة عن 3 غرف صالة مساحتها 165 متر مربع. عندنا دولاب، هي دولاب المدخل. عندنا الانترفون عن طريق الكاميرا، ممكن تشوفوها الانترفون عن طريق الكاميرا. على يميننا مباشرة دورة المياه الأولى، طبعا هذه دورة المياه الأولى، مساحة طيبة مجهزة بالكامل. على يسارنا مباشرة عندنا الصالة، مثل ما انتم شايفين صراحة تأثيث جميل جدا، وإطلالة أجمل على الطبيعة والبحر والمدينة. نشوف عندنا هنا طبعا مجهزة طاولة الطعام، طقم الكنب راكب جاهز، بالإضافة إلى مكيف. طبعا هي 3 غرف وصالة، جميع الغرف بالإضافة إلى الصالة مكيفة، مكيفات اسفلية. هنا عندنا الإطلالة الجميلة ما شاء الله تبارك الله، مثل ما انتم شايفين إطلالة على داخل المجمع، أيضا إطلالة على البحر. ومنها نطلع للبلكونة المشتركة. طبعا البلكونة المشتركة بين الصالة والمطبخ والغرفة الأولى، وأيضا مغلقة بالجام بالكامل مثل ما انتم شايفين. ميزة الجام متى ما تريدوا مثلا تفتحوها، تقدر تفتحوها بالكامل وتغطوها بالكامل أيام الشتاء مثلا. البلكونة مساحتها كبيرة، تحتوي على طاولة طعام يعني تسع 6 أشخاص أو 7 أشخاص تقريبا. طبعا ناخذ اطلاله كامله البلكونه، اطلاله على جهتين، عندنا اطلاله جانبيه على البحر في المنطقه هذه مثل ما انتم شايفين، وايضا اطلاله اماميه كامله على المدينه والبحر. عندنا مواقف السيارات، العاب الاطفال، حراسه امنيه، كاميرات مراقبه، جميع الخدمات موجوده في المجمع. منها نطلع نشوف باقي الغرف. طبعا هنا عندنا على اليسار المطبخ، ايضا المطبخ جاهز، جميع الادوات الكهربائيه وايضا الدواليب راكبه فيها وجاهزه، ولها مخرج نفس البلكونه اللي شفناها. بالإضافة هذه الغرفة رقم 1، طبعا فيها سريرين، سرير مزدوج يسع لشخصين، ويمكن فصل السرير من المنطقة هذه وننزلها تحت اللي هو الدور الثاني، وهذا السرير الثاني، بالإضافة إلى جهاز التكييف والدولاب مجهزة بالكامل. هنا عندنا الغرفة الثانية أيضا نفس الطريقة، فيها سريرين وفيها دولاب، بالإضافة إلى جهاز اللي هو مكيف الإسبريت. نخرج من الغرفة الثانية، عندنا هنا دورة المياه الرئيسية، طبعا هنا عندنا سخان الماء ودورة المياه مجهزة بالكامل، بالإضافة إلى جاكوزي تخدم اللي هي دورة المياه الرئيسية. ومنها نطلع ونروح لغرفة النوم الرئيسية، مثل ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله مساحة شرحة كبيرة،
عندنا هنا سرير والدولاب، مع ذلك عندنا مساحة يعني كبيرة موجودة في المنطقة هذه، بالإضافة إلى تكييف مكيف سبليت ودورة مياه تخدم غرفة النوم الرئيسية مجهزة بالكامل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. السلام عليكم.